لو الحكاية فيها إن فيدي ثانيا الناس اللي جابوا قالوا لي ممتازه جدا، رابعهم ده الاهم قالوا لي فين 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 في الحي التاني، قلت مش اشكال تجمع تالت تجمع تالت، المهم البيت ما وقعش عليا انا وحياتي مدعمه شايفه خلاص كده هو مشروع ممتاز بيتنا في شارع شبرا منصور. يعني حضرتك سايبه فين؟ سايبه فين؟ انا قاعده فيها ولا اروح فين؟ حضرتك بتقول ان هو هيقع علينا والله يا عالم كمان هندخل في القرعه هتطلع فانا اللي هممني دلوقتي ال 50,000 جنيه اللي هيدفعوا دول هناخدهم تاني ولا هيقولوا خلاص بس اللي انت دافعها 11 مش 50 لا لسه ما دفعش حاجه كمان لسه ما دفعش لسه القرعه والتسليم يوم 3 ان شاء الله 4/3 جت من 15/3 بس حاجات كتير قوي لسه ما قريتش بقى الموضوع ده خلاص؟ بس انا مطرحتها انا بقول لك ما فكرتش فيها فلسه يا دوبك قاعد بشوف بس انا عارف اللي مفيش حد جاب حاجه يعني انت جاي تشوف ايه الدنيا ولا انا جبت الكراسه اشتريتها واجرب وانا احط هل هي زمهريه ولا طيارات الله اعلم خلاص بس توفيق عامه يعني الواحد بيدور ده على حته ايه اوسع يعني من الزحمه هنا بس انا قاعد في برضه منطقه يعتبر زحمه شويه زحمه ورحنا عايز نطلع بقى يعني نقعد واسعه وكده وكويس برضه الاسعار كويسه مش وحشه. طب فكرة ان انت تتنقل للتجمع التاني شايف انت بعيد عن انت وبلدك قريت الشروط والحاجات اللي بتترسل ايه رايك في الشروط كويس بتشتري برضه يعني حاجات بتشتري كويسه والسعر برضه اللي هو على 5 سنين وشوية برضه حلوه شكرا فيجو